لا يهب الذرية أحد غير الله سبحانه وتعالى، لا شيخ ولا ولي ولا صالح ولا غير صالح. لا يجوز تعليق التمائم والحجبات في الأطفال وفي الكبار. تدعو الله وحده، تؤدي هذا العهد العظيم وهو التوحيد. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معشر المؤمنين، وعظ الله تعالى العباد في سورة المعارج، وذكر حال الإنسان وما جبل عليه إلا من وفقه الله تعالى، فقال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هذه الآيات العظيمة ذكر الله تعالى فيها حال الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا. هلوعا، قال ابن كثير، فسره ما بعده، أي هذا الكلام، إن الإنسان خلق هلوعا، هذا الكلام فسره ما بعده: إذا مسه الشر كان جزوعا. إذا أصابه شر يئس من أن يأتيه الخير، إذا أصابه شر فزع وخاف وانخلع قلبه، وإذا مسه الخير كان منوعا، يمنع غيره ببخله، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يبخل على غيره ولا يؤدي حق الله عليه إلا المصلين، إلا من عصمه الله ووفقه للخير ويسر له أسبابه وهم المصلون. وهؤلاء اتصفوا معاشر المؤمنين بثمان صفات، من اتصف بها كان من المكرمين عند الله تعالى. ولنحرص جميعا بعد هذه الخطبة أن نكون من أهل هذه الصفات، لا أن نسمع الآيات والأحاديث والخطب ولا نطبقها ولا تؤثر فينا، وإنما نتصف جميعا بهذه الصفات. إذا اتصفنا بها وفقنا الله تعالى في الدنيا وأدخلنا الجنة وكنا من المكرمين عنده سبحانه وتعالى برحمته وفضله وجوده ومنه جل وعلا. إلا المصلين الذين يؤدون الصلاة في وقتها، يحافظون على أوقاتها، أي على أدائها في أوقاتها، ويحافظون على أدائها بواجباتها، هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، وقال مسروق رحمه الله تعالى وغيرهما من السلف.
يحافظون على هذه الصلوات فيؤدونها في أوقاتها وبواجباتها. وقال البغوي رحمه الله تعالى في معالم التنزيل في تفسيره قال: لا يشغلهم عنها شاغل. إذا أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، وقال في أذانه حي على الصلاة، وقال فيه حي على الفلاح، لم يشغلهم شاغل. ما أن يسمعوا الأذان إلا ويهربوا إلى الله سبحانه وتعالى، ويهربوا إلى الله سبحانه وتعالى، ويفرون إليه، ويذهبون إلى المساجد، ويتوضأ الواحد منهم في بيته أو في سوقه، ثم يذهب لأداء الصلاة في جماعة في وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وادي في جهنم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: بعيد القعر خبيث الطعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: غيا خسرانا. وجاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. البردان الصبح والعصر، وقيل الصبح والعشاء. وجاء عند الطبراني وصححه الألباني من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. زاد بعضهم رواية ضعفها الألباني: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. ضعف الألباني بقيته وأثبت أوله: المسجد بيت كل تقي. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يصلي الفجر قبل طلوع الشمس في الجماعة، ويصلي العصر قبل غروب الشمس في الجماعة. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فليحافظ المؤمن معاشر المؤمنين على الصلاة في الجماعة، ولا يشغله عنها شاغل، لا والد ولا ولد، ولا مال ولا أهل، ولا زوجة ولا تجارة ولا دنيا فانية. يحافظ على هذه الصلوات، كانت 50 صلاة فجعلها الله 5، وهي في الأجر أجرها أجر 50 صلاة، وهي فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، ومنة، وهي شرعة محبوبة لله ومحبوبة لعباده المؤمنين. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، حق معين، وهو الزكاة، كما قال البغوي رحمه الله. قال: للسائل الذي يطلبها، والمحروم الذي يتعفف. فأنت تؤدي الزكاة إلى من يستحقها، وبعد الزكاة الواجبة تتصدق، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون من عذاب ربهم مشفقون. وقال بعدها وقال قبلها: والذين يصدقون بيوم الدين. يصدقون بيوم الدين يتضمن، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يتضمن الخوف من عذاب الله في ذلك اليوم، ويتضمن الرجاء في ثواب الله وفي رحمته في ذلك اليوم. لذلك قال بعدها: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون،
أن يكون العبد في هذه الحياة الدنيا خائفا وجلا منيبا إلى الله منكسرا، وهذا حال المؤمن، يخاف ذنبه، يقوم الليل خوفا من الله سبحانه وتعالى، يبكي من خشيته سبحانه وتعالى، إذا تذكر النار كأنها خلقت له وحده يفر منها ومن أسباب دخولها، إذا تذكر الجنة فإنه يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان السلف. قالت فاطمة رحمها الله وهي زوجة عمر بن عبد العزيز، قالت قرأ عمر بن عبد العزيز ذات ليلة القارعة، فلما بلغ قول الله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث قالت أغشي عليه، فلما أفاق قال اللهم ارحمني في يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث، قالت ثم بكى حتى رأينا خيوط الدم بين عينيه، من شدة البكاء بكى حتى خرج الدم فصار خطوطا في دموعه وفي خده رحمه الله تعالى. نحسبه والله حسيبه. فالعبد يخاف الله ويعظم الله، ويظهر خوف العبد لله عند سماعه للآيات وللمواعظ، ويظهر عند تهيؤ المعصية له فتحول بينه وبين المعصية. هذه الصفة، صفة الخوف من الله، تحول بين العبد وبين أن يعصيه سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي يجعلك تغتر؟ الواجب عليك أن تخاف الله، ويظهر الخوف من الله عند فعل الطاعة. المؤمن الخائف إذا فعل الطاعة معاشر المؤمنين فتلى القرآن حتى ختمه، وتصدق بالمال، وقام الليل، وتعلم العلم، وحفظ الكتب النافعة، وسمع أقوال أهل العلم، ونشر الدين، وفعل أفعال الخير، يخاف الله، لا يغتر ولا يعجب. وإذا ذكرت النار لا يقول هي لفلان وفلان وهو آمن. قال الله تعالى في وصف عباده المسارعين بالخيرات بصدق وبحق، كما قال الشوكاني في فتح القدير، قال في قول الله تعالى من سورة المؤمنون إن الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال الشوكاني رحمه الله هذه صفات المسارعين بالخيرات بحق، أنهم مشفقون من عذاب الله، وأنهم إذا تصدقوا وفعلوا أفعال الخير، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يتغمدنا برحمته، وأن يتوب علينا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، هؤلاء المسارعون بالخيرات كما ذكرهم الشوكاني رحمه الله في الآيات
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وليس من عذاب ربهم في هذه الآيات من سورة المؤمنون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هم الزناة والذين يسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذكره الشوكاني أيضا في فتح القدير. ثم قال الله تعالى في الآيات التي بدأنا بها الخطبة، قال: إن عذاب ربهم غير مأمون. قال البغوي رحمه الله: إن عذاب ربهم غير مأمون، لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله. لا ينبغي لك يا عبد الله أن تأمن عذاب الله سبحانه وتعالى، فكم عصيت الله بلسانك، وكم عصيته ببصرك، وكم عصيته بسمعك، كم عصيته بتأخير الصلوات، وكم عصيته بما يخرج منك من أفعال قبيحة. ولو أن العبد ما عصى الله أبداً، ولو أنه منذ بلغ الحلم يطيع الله وأدى الواجبات وأكمل المستحبات، فإنه لا يأمن عذاب الله سبحانه وتعالى. كيف وإذا وضعت نعم الله وتوفيقه في كفة، ووضعت أعمال العبد في كفة، فكيف تثقل أعمال العبد مع توفيق الله ومع نعمه سبحانه وتعالى؟ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لذلك حتى الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، مع أن الله قال عنهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى: لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة، فلما خلق بنو آدم عادت إلى مكانها. هذا العبد الغافل، إنا عرضنا الأمانة، أمانة التكليف، وأمانة العقل، وأمانة الشرع، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن كثير: الإماء، فيحفظ فرجه فإنهم غير ملومين، أي أنه ملام إذا لم يحفظ فرجه بهذين الأمرين، إما الزواج أو تمليك اليمين، وأما غير ذلك فإنه يحفظ فرجه من الزنا ومن غيره. واستدل ابن عثيمين رحمه الله تعالى بهذه الآيات أو بمثلها من سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل بهذه الآيات على حرمة العادة السرية، هذه العادة السيئة التي تدل على ضعف الإيمان، والتي تدل على خسة نفس العبد، يخلو بربه فيعصيه، فيشغل جسده بمعصية الله، ويشغل فكره وخواطره بالشر. ولو أن العبد صام وتزوج ودعا الله لحفظه الله سبحانه وتعالى. وأكثر ما يدخل الناس النار الفرد واللسان، ومن ضمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من ضمن لي ما بين لحييه وفرجيه، ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فيحفظ العبد فرجه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال البغوي رحمه الله: المتجاوزون الحلال إلى الحرام، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة، وفرق بين الأمانة والعارية. العارية أن يعطيك رجل أو أحد الناس مالا أو إناء أو مركبا ويقول لك تصرف فيه حتى أعود فترد لي عاريتي. إذا أعطاك مالا وقال لك تصرف فيه حتى أعود فرد علي مالي، هذه عارية. أما الأمانة أن يستأمنك المال لا يجوز لك أن تتصرف فيه. إذا أمنك أحد الناس مالا واحتجت إلى هذا المال وأنت تعلم أنك سترده لا تأخذ منه شيئا، لأنه أمانة. وفرق بين الأمانة والعارية. إذا أردت أن تتصرف فيه فارجع إلى مالكه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يحافظون على العهود لا يضيعونها ولا ينقضونها. وأعظم العهود معاشر المؤمنين العهد بين العبد وربه، ثم العهد بين العبد والناس. هكذا ذكر البغوي رحمه الله أنواع العهود. هناك عهد بين العبد وربه وهو التوحيد والعقيدة الصحيحة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أعظم عهد من قام به رحمه الله في الدنيا والآخرة التوحيد، أن تفرد الله بما يستحق، هو الخالق وحده لا شريك له، لا يهب الذرية أحد غير الله سبحانه وتعالى، لا شيخ ولا ولي ولا صالح ولا غير صالح، لا يرزق إلا الله، لا ينفع حجاب في الرزق بل هو من الشرك بالله تعالى، لا ينفع إلا الله، لا يملك الضر أو الضر إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجوز تعليق التمائم والحجبات في الأطفال وفي الكبار، لا من القرآن ولا من غير القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، في المسند والسلسلة الصحيحة. لا يجوز دعاء غير الله تعالى، لا شيخ ولا ولي ولا تدعو أحدا من الناس، لا تدعو شيخا ولا وليا ولا جنيا ولا صنما ولا شجرا ولا بقرا ولا إنسا ولا جنا، تدعو الله وحده، تؤدي هذا العهد العظيم وهو التوحيد. ثم قال الله تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون. قال ابن كثير: لا ينقصون في الشهادة ولا يزيدون ولا يكتمونها. وهذه رسالة لكل المسلمين. إذا أردت أن تشهد على عبد بشهادة أو علمت عنه شيئا وفيه شهادة، لا تزد في الكلام ولا تنقص ولا تكتم، وقل الحق ولو على نفسك ولو على عدوك لا تزد، ولو على قريبك لا تنقص. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال ابن كثير رحمه الله: بدأ بالصلاة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.
وختم بالصلاة والذين هم على صلاتهم يحافظون، كما في سورة المؤمنون بدأ بالصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختم بالصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون، ليدل هذا الكلام على عظم الصلاة وعلى شرفها وعلى منزلتها ومكانتها. فليهتم بها عباد الله، ليهتم بها عباد الله من المؤمنين ومن المسلمين ومن الناس. قال الله تعالى: أولئك في جنات مكرمون، بكل أنواع التكريم، كما قال البغوي رحمه الله، وقال ابن كثير: مكرمون بكل المسار والملاذ. يكرمهم الله في الجنة، يكرمهم، يبدلهم زوجا خيرا من زوجهم، يبدلهم الحور العين أجمل النساء، يبدلهم بيتا خيرا من بيوتهم في الدنيا، من بيتهم في الدنيا، بمنازل في الجنة، وبمساكن، وبغرف عالية، وبدرجات، الدرجة كما بين السماء والأرض. يبدلهم بدل أصحابهم في الدنيا بأصحاب صالحين في الجنة، يجالسون الأنبياء والرسل، ويجالسون الصديقين والشهداء والصالحين. ما أعظمه من إكرام يوم أن يقف العبد في الوادي الأفيح، كما قال ابن القيم رحمه الله: يؤتى بالنجائب فيحملون من الجنة من منازلهم إلى الوادي الأفيح، فتنصب لهم مجالس يجلسون فيها من نور، فيجيء إليهم ربهم سبحانه وتعالى مجيء يليق بجلاله، فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنة، فلا يجدون ما يردون به عليه إلا أن يقولوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد أن يقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. أي إكرام أعظم من هذا الإكرام؟ أن تدخل الجنة وأن تجالس الأنبياء والرسل، وأن ترى وجوههم، وأن تسمع كلامهم، وأن تذكر ما حدث لك في الدنيا من الطاعات، ما فعلته وما مر بك، تؤانس أهل الجنة ويؤانسونك، وترى الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، وترى الأنهار وتشرب من مائها، وترى المآكل وتأكل منها، وترى الفواكه، وتجلس في الظلال وعلى الأسرة ومع الحور العين، وترى رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله ألا يحرمنا فضله سبحانه وتعالى، وأن يمن علينا بكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجمعنا في دار الكرامة إخوانا على سر متقابلين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.